نعم. مثلا مريض مع مرض مزمن وتوفى. نعم. أهل المتوفي ما أهل المتوفى أحسن. أهل المتوفى ما استطاعوا يعني مثلا ما حددوا كم عدد كم رمضان أنه ما كان يصوم. يحددوا ينظروا يعني مثلا غلبة الظن ويخرجوا عليه. يحتار ويخرجوا غلبة الظن. مثلا بيحسبوا نقول مثلا ثلاث سنوات أربعة مثلا يعني. يقول نحن عندنا المتيقنين من ثلاث سنوات نقول خلاص الله حسيبك تخرجوا ثلاث سنوات مفهوم وهذا صار حساب اليوم الحمد لله. نعم إبراهيم. شيخنا لو بس توضح لنا موضوع التكبيرات بالنسبة للتكبيرات المقيدة. المقيد يعني بعد الصلوات المفروض يعني يبدأ من مغرب ليلة العيد يبدأ يكبر بعد الصلاة بعد صلاة المغرب وبعد صلاة العشاء وفجر يوم العيد وظهر يوم العيد وعصر يوم العيد هذا تكبير مقيد يعني أتباع الصلوات مقيدين بالصلاة تكبير مطلق يكبر في كل وقت من المغرب إلى المغرب مفهوم؟ نعم. بالنسبة لصلاة التراويح يعني حديث عائشة هو 11 ركعة رضي الله عنها كيف يعني كيف اجتهد يعني بقية العلماء يعني وجعلوها أكثر من 11 ركعة يعني ما هو يعني اجتهاد فيه يعني قالوا النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى وجمعوا بين هذا الحديث وهذا الحديث وقالوا أصح الزيادة ولا إشكال بهذا. نعم. الآن واحد أفطر متعمد في رمضان أفطر متعمد في رمضان هل في بيصوم بيقضوا يوم واحد يقضي يوم واحد ويستغفر يعني في صيام شهرين متتاليين لا صيام شهرين هذا الذي جامع في رمضان الذي جامع في رمضان نأمر أولا باعتكافه فإذا لم يستطع ينتقل إلى صيام شهرين متتابعين لم يستطع ينتقل إلى طعام 60 مسكين إذا الدكتور فرض لك دواء إنه تأخذ الصبح. نعم. وأنت بالأيام العادية هذا الدواء اللي تأخذ بين يوم ويوم متقطعة. إيه. يعني بمزاجك مثل ما يقولون أو بحالتك اللي تشوفها أنت تحتاج لهذا الدواء أو لا بس هو الدكتور فرض لك يوم. نعم. بس أنت تيجي أيام تقول ما محتاج اليوم. نعم. فهل برمضان إنه شو راح يصير إنه هل إنه بيوم اللي تحتاجه راح تفطر وبيوم اللي ما تحتاجه ما تصوم؟ نعم. إلا إذا كان هذا يضر بك لأنه قد تجتهد على خلاف ما يذكر الطبيب ويضر بالبدن مثل ما ذكر الشيخ يعني هو الآن أحيانا يقول أجتهد وأصوم ثم بعد رمضان أتعب مدة شهرين حتى أرجع لما كنت عليه قبل رمضان نقول لا معنى هذا إنه يضر بك فماذا تصنع؟ تفطر لأنك معذور ثم بعد هذا متى ما يعني قلت ساعات النهار واستطعت ان تصوم فكنت تصوم الان بعض الناس لديه يعني حبوب عند اللزوم طوارئ فعندما يتعب ياخذ هذا الحب فهو مفطر الان ياخذ هذا وعندما لا يتعب يصوم زين اذا بخاف مثلا نعم بقلب. يعطيك السؤال نعم السؤال بالنسبه للاطفال أي نعم طيب في حال إنه إذا صاموا مثلا ساعات معينة خمسة نعم. ستة وأفضل أي تعودوا على هذا ما نقول إحنا قلنا هذا تعود الصغير على صيام ثلاث أربع ساعات في أول الأمر ثم بعد هذا تشجعه حتى يقضي على الصيام وإذا تعب تأمر بني أخوه يضر الصيام معنى هذا لا يضر الصيام فأنت تعودوا على الصيام قدر المستطاع كما تعودوا على الصلاة وعلى الطاعات واجتناب المحرمات. نعم. صيام المسافر إذا كان أكثر من 19 ساعة وخلال ساعات في ترانزيت وكان صائم. إحنا قلنا ولا يدري أي ساعة سوف يفطر. اسمع يا أخي. نعم. ها أنت تسأل هل يصوم أو لا يصوم؟ نعم. أو تسأل أنه يسافر أحيانا بالطائرة ويرى الشمس ويمشي. ويمشي. هلا يعني مثال الآن خرج مثلا من مثلا من جاكرتا من أندلسيا إلى السعودية تسع ساعات بالطائرة مفهوم شيخ يمشي وراء الشمس لم تغرب الشمس الآن شوف يا أخي طالما يرى الشمس
ما يستطيع أن يفطر إلى أن تغرب. هذا إذا أراد الصيام، وإذا أراد الفطر له ذلك. نقول إما أن تصبر إلى أن تنزل الطائرة وتغرب، أو لك أن تفطر في رمضان ثم بعد هذا تفطر والحمد لله في ساعة. ممكن تعويضه ذلك؟ لابد تعويضه طبعا، أو أفضل له من طبعا. نعم، بالنسبة لذهاب العقل هل هي من الافتراض؟ ذهاب العقل يعني مثال يقول الآن صام بعد الفجر ثم بعد الظهر أغمي عليه، أغمي عليه، أصبح الآن مثل ومثل المجنون، صحيح؟ رفع الله عن ثواب، هذا مرفوع عن الطلب. طيب نعم، وقت لكن لأن هذا بغير اختيار، هذا بغير اختيار ولا باختيار؟ أغمي عليه بغير اختيار. نام هذا أقصم الفجر ثم نام إلى العشاء، صيام صحيح مفهوم آخر. ترك الصلاة إذا كان بغير تفريض هذا إشكال، يعني مريض مثلا ونام فصيامه صحيح، لكن هذا الذي يغمى عليه هذا غير اختيار، مفهوم؟ نعم. وقت زكاة الفطر ذكرت أنها إذا كانت قبل 25 حرام، قبل اسمع، عندنا يوم 29 ويوم 30 هذا وقت جواز، 27 25 لو أخرجها هي صدقة من الصدقات لا بد عند أخرى، مفهوم؟ هذا على قول الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى، هناك بعض العلماء يخالف في هذا، مفهوم؟ نعم. آخر سؤال بالنسبة للسفر، هل هناك مسافة معينة للسفر أو كل هل سفر؟ هناك مسافة معينة للسفر؟ هل هناك حد للمرض؟ ذكرنا في الدرس الماضي في مرض يرجع فيه العرف جرح في الإصبع لا ما تفطر. الآن أقرب منطقة هنا عندكم أصبر أنت وين تسكن؟ فكهو تلبوري. أنت فين تسكن؟ فكهو. فكهو؟ طيب أقرب منطقة عندكم هنا كم كيلو؟ 20 كيلو. لا شو 13 يا أخي 30 كيلو كل شيء تخالفه يا أخي خارج. الشيخ أبو إبراهيم من هذا المكان فيكو إلى الفستة وقال للأخ أستودعك الله الذي لا تضيع ودعه، أنا مسافر إلى كذا، هذا ما يصنع يضحك يقول هذا سفر، هذا ما هو سفر، لكن خرج من هنا إلى استوكهولم فهو مسافر، إذن السفر يرجع فيه إلى العرف ما عده الناس سفر فهو سفر، مفهوم؟ أنت تقيم شيخ ولا يحدد بالكيلومتر؟ لا 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 بس تقيم ما أسمع السؤال الأخير ذكر أحد الإخوة لماذا تصوم المرأة بإذن زوجها؟ لماذا يفرض النافلة؟ النافلة نعم، لماذا يجب عليها إذن زوجها؟ الله سبحانه وتعالى الرجال يقومون على النساء الأمر أبعض لأنه قد يريد منها شيء تجيش غير تجيش غير صيام المرضع خوفا على او صيام الحامل خافت على نفسها وعلى الجميع على الحجاب اخراج فم من الجسم خارج جوع وخارج منه دم لا يفطر خارج منه دم للتحليل لا يفطر تبرع بالدم افطر حجاب افطر ليش لقول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الحاجب المحجوب لأن الحجاب والتبرع أنها تضعف البدن نعم
بالنسبة لزكاة الفطر بدنا نأخذ بقول الشيخ ابن العثيمين في 25 بالشهر أرسلت مبلغ المال لأخ لي في دولة معينة وقلت له في يوم 29 تشتري وتعطي. نعم في يوم 29 تشتري وتعطي. نعم أرسلت له 25 أو 26 أو 27 ما في إشكال وقلت له أنت أعطيها في الوقت المستحب أو الجائز. نعم ما في إشكال. طبعا قلنا هذا الأخ الآن أرسل من اليوم أرسل الأخ إلى الصومال لأهلي في الصومال من اليوم إلى أخي هنا وقال هذا المال يبقى أمانة عندك تشتري الرز الآن لا إشكال وتبقي عندك وليلة العيد تخرج الحمد لله لا إشكال. نعم طيب فذهب عقله قبل ثلاث سنوات إنسان ذهب عقله قبل ثلاث سنوات مخرف مجنون زهايمر عد ما شئت المهم انه ليس باختيار ذهب عقل ليس باختيار او يذهب عنه العقل ساعتين ثم يرجع ساعتين فهذا حكم المجنون لان الصيام لا يتجزا اما ان يصوم النهار كامل او لا يصوم اصلا لو قال هذا الاخ انا استطيع ان اصوم ثلاث ساعات في النهار فقط والنهار الان اربع ساعات مثلا نقول ما يتجزا اذا ليس عليك صيام قال استطيع ان اصوم عشر ساعات وما استطيع ان اصوم عشرين ساعه نقول الان تفطر وبعد هذا تفطر مفهوم. نعم مفهوم. النقطه الاساسيه هي عندما يسقط عنه الصيام ليس هناك الاهل الاولاد لا شيء لا عليه كفاره ما على شيء لاننا ذكرنا الان مسلم عام وهذا مجنون ليس عايش لكن فرق. نعم لو خزول الدماغ من المخار يعني بكثره نزف دم رعاف ودم كثير وتعب يفطر لكن نزف دم قليل وقوع من دين او صب على سماء وكذا الحمد لله. نعم في مجال تعمل فكر الحج شهر 10 نعم فقه الحج ما عندي إشكال إن شاء الله في المدينة تأتون المدينة قبل الحج رجعين بالله أسأل الله يبلغنا وياكم وتأتون إن شاء الله نحج سوي يا رب. نعم أخواني والله هذا لهم حق معنا أخوان الصوماليين. نعم يا أخي في سؤال؟ لا. نعم أنا بدي أسأل اصبر علينا تأشرت علي الشيخ نعم الشيخ نعم الشيخ نعم الشيخ الله عندي تقريبا خمس أسئلة الله يعطيك العافية. نعم بالنسبة للسؤال الأول أنت خبرتنا أنه المرأة لا تصوم في النافلة إلا بإذن الزوج إذا كان صيام هو قضاء لما قضاء هذا ليس بنافلة هذا واجب تقضي واجب تكلم الزوج. طيب سؤال بالنسبة للمسافر. نعم المسافر اسمع في تنبيه يعني شيء بسيط الآن بعض الأزواج هذا أنا الله يريد يتحكم بها ما تصوم النافلة ما تصوم الفريضة لماذا؟ أنا الزوج فإذا كان صيام الزوجة يضر بالزوج هنا تضيع وإلا فلا ضاع. الشيخ أبو إبراهيم قال لإبراهيم اليوم ما تحضر الدرس قال لي ماذا؟ قال لي أحتاج في عمل يضيع يضيع وإذا قال له اسمع ما تحضر الدرس ليش؟ قال لا تحضر كيف أخو مرائي؟ نعم لا الصلاة ما يدعو لا طاعة المخلوق في معصية الخالق. نعم مسافر فترة المسافر أثناء السفر يعرف. نعم لكن إذا سافر لبلد مثلا ثلاث أيام أو أربع أيام ويرجع هل يتفق أربع أيام بتزيد الصيام أم يفطر؟ قلنا الأولى له أن يصوم ما لم يشق عليه وإذا أراد أن يفطر له أن يفطر له. بالنسبة لإخراج زكاة الفطر من الواجب أنه ممكن أنا أسمعك صحيح من الذي ينفق ويخرج زكاة الفطر الآن الزوج يخرج عن نفسه
الأصل في الزوج يذكر الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى أن تخرج عن نفسها لكن حسن العشرة. فالشيخ أبو إبراهيم يقول لك أم إبراهيم يقول أنا أخرج الزكاة عنك ولا أشكر. مفهوم؟ الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى أن المرأة هي التي يجب عليها إخراج الزكاة لكن من حسن العشرة كذا تقول اسمع أنا أخرج الزكاة عنك ولا أشكر. نعم. أنا سؤالي أنه سمعت أنه لا تجوز إخراجها للأرحام الآن ذكرنا للشيخ أنه أراد أن يخرج الزكاة في الصومال لماذا؟ قال لدي أقارب فقراء مساكين الصدقة عليهم صدقة وصلة صدقة وصلة نقول أولى تترك القريب وتذهب إلى البعيد ما يمكن.